تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد حادث المنيا الإرهابي، محاولة يائسة لفعل أي شيء، الإرهاب إلى زوال. بعد ضربات أمنية قوية ناجحة للإرهاب في مصر، وترنح الإرهاب بالفعل وخسارته فادحة بلا حدود، حاول الإرهابيون أن يظهروا لنا أنهم لا يزالون قادرون على أن يفعلوا شيئا. ما حدث هو محاولة يائسة لإثبات الوجود وإثبات الظهور. الوحدة الوطنية التي استهدفت في المنيا لم يزد هذا الحادث المصريين إلا ثباتا وإلا قوة وإلا تمسكا وإصرارا على مواجهة الإرهاب حتى إنهاء آخر إرهابي في مصر. الرئيس السيسي نعى الشهداء اليوم وأكد على المضي قدما في مواجهة الإرهاب. تعرضنا لحادث أليم في جنوب الصعيد، وطبعا انتوا عارفين ان رسالة مصر للعالم هي السلام، وجودكم معنا هي محاولة مننا دايما ان احنا نأكد فيها ان احنا بلد ضد التطرف وضد التمييز وضد الغلو كله. فاسمحوا لي ان احنا نقف دقيقة حداد لو سمحتوا بعد اذنكم. تفضلوا استريحوا. باسمي وباسمكم جميعا وباسم كل المصريين بعزي الأسر اللي فقدت أبناء في هذا الحادث، وأتمنى للمصابين إن هم يعني بسرعة يعودوا إن شاء الله بصحة وسلامة لينا ولأسرهم تاني. اثنين، الوعد الصعب، ترامب يعلن سداد ديون أمريكا خلال 6 سنوات. سنة 2016 الرئيس ترامب قال هيقعد في السلطة 8 سنين، في ال8 سنين دول هيسدد كل ديون أمريكا. 2018 الرئيس ترامب اتكلم تاني، لكن دلوقتي في أمريكا في انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس، والجمهوريين بيجيبوا آخر ما عندهم من وعود قوية لإغراء الناخبين، وكذلك يفعل الديمقراطيون. الرئيس ترامب في إطار إقناع الناخبين قال مرة أخرى إنه خلال 6 سنوات اللي متبقية في ولايته الحالية، وإذا فاز الولاية الثانية خلال 6 سنوات على 2025 هيكون سدد كل ديون أمريكا. كلنا شفنا سياسات الرئيس ترامب في هذا الإطار، شفنا جمارك بتزيد وسياسة حمائية قوية وحرب تجارية مع الصين وحرب تجارية مع أوروبا ومع كندا، وضغوط على كوريا وعلى اليابان، وضغوط على الخليج العربي من أجل جمع الأموال بكل الطرق الممكنة، أموال للنيتو، أموال للحماية، أموال في إطار جمارك وضرائب، أي أموال من أي طريق. الرئيس يريد أن يقول أنه سيستطيع سداد ديون أمريكا خلال 6 سنوات إذا بقي رئيسا في الفترة الثانية. الرسالة الأولى اللي عايز يقولها الرئيس ترامب أنه هينجح في ولاية ثانية، مش أنه هيمشي هذه الولاية، إنما هيكمل وهيخش فترة تانية ويكمل 8 سنين في رئاسة أمريكا. الرسالة الثانية إن هو بيشتغل كل اللي بيشتغله ده من أجل أن يحقق وعده إنه يسدد الديون. الرسالة الثالثة إنه قال الكلام ده 2016، رجع يأكده 2018، وفاكر كويس إنه قال هذا الكلام ورجع يأكده، قال قبل كده خلال 8 سنوات، دلوقتي بيقول خلال 6 سنوات. يبقى إذن الرئيس ترامب عايز يقول إن كل الحروب التجارية ديت وكل الضغوط السياسية والعسكرية في مناطق كثيرة في العالم
الهدف الرئيسي منها ان الرئيس ترامب بيسدد ديون امريكا. طيب هل علم الاقتصاد بيقول هذا الكلام؟ هل علم المالية العامة بيقول هذا الكلام؟ في الواقع الخبراء والمحللين بيقولوا ان ده كلام مش صحيح، وانه صعب جدا جدا، وان وعد الرئيس ترامب يكاد يكون وعد مستحيل. ليه؟ نمرة واحد، ان الديون ما قلتش في عهد الرئيس ترامب ولا حتى ثبتت عندما تسلمها، وانما زادت عما كان. وبالتالي هو وعد 2016 ان يسدد كل ديون امريكا. اذا ده معناه انه على الاقل يثبت مستوى الدين. انما اللي حصل ان الدين تجاوز في عهد الرئيس ترامب لاول مره حاجز ال 20 تريليون دولار. يعني الدين لما وصل ل 10 تريليون دولار فيما قبل كانت صدمه في امريكا. ثم وصل الصعود 11 12 ل 14 15 18 19 في عهد الرئيس ترامب تجاوز 20 تريليون دولار، يعني 20 ألف مليار دولار، رقم خرافي يصعب تخيله. حتى لما محطات تلفزيونية بتحاول تصور ده بأشكال فنية مختلفة يقول لك لو ملعب كبير جدا، استاد قانوني لمباريات دولية بارتفاع أعلى بكتير من تمثال الحرية علشان تضع هذا الرقم لو كان هذا الرقم كاش. دلوقتي واحنا بنتكلم في خريف 2018 الدين وصل لكام؟ 21.5 تريليون دولار. مش بقى تجاوز ال 20 تريليون، انما كمان زاد 1.5، بقى 21.5 تريليون دولار. اضف الى ذلك ان الانفاق الحكومي الكتير في امريكا ادى الى عجز موازنه 1 تريليون دولار. اضف الى ذلك ان اكبر الدائنين الصين ثم اليابان بارقام خرافيه، ونصيب المواطن الامريكي اما انت تحسب كل الدين وتوزعه على الامريكيين هتلاقي ان كل امريكي عليه ديون اكتر من 60,000 دولار لكل فرد في امريكا. اذا عجز الموازنه الذي قارب تريليون دولار، والديون التي تجاوزت 21 تريليون دولار، ده يؤدي الى ان الرئيس ترامب صعب جدا يسدد 21 تريليون دولار في 6 سنوات، اذا كان هو اصلا استلم 19 وصلها الى 21.5 تريليون دولار. في الواقع ازمة الديون الامريكية مع ازمة الديون العالمية كلها من المخاطر الكبرى التي تهدد الاقتصاد العالمي في القرن 21. هذه حفنة من الدولارات يمكن الامساك بها، عدها ووضعها في محفظتك بسهولة. وهذا تمثال الحرية، تراه عن بعد شامخا يخترق عنان السماء. ولكن ما العلاقة بين الدولار وتمثال الحرية، سوى انهما يمثلان الهوية الامريكية؟ نحن نحاول ان نقرب الصورة ونتخيل ماذا يعني ان يكون الدين الامريكي بقيمة 14 تريليون دولار. الحكومة الأمريكية تعلم تماما ماذا يعني هذا المبلغ، ولكن رقما ضخما كهذا ماذا يعني بالنسبة للشخص العادي، سوى أنه يتكون من 12 صفرا. ولكي تبدو الصورة أكثر وضوحا، دعونا نبدأ من ورقة 100 دولار، وهي أكثر الفئات التي تتعرض للتزوير، ولكنها أساس الاقتصاد الأمريكي. أما حسمة من 10,000 دولار فتشكل متوسط راتب سنوي، ويمكنك هذا المبلغ من الذهاب في إجازة أو شراء سيارة مستعملة. وإذا ضربنا هذا المبلغ ب100 نحصل على 1,000,000 دولار. قد يستطيع المرء العادي جنيه في 92 عاما من سنوات عمله. وإذا ما ضربناه ب100 مرة أخرى تكون المحصلة 100,000,000 دولار. وهذا المبلغ يحتاج إلى منصة نقالة عسكرية لكي تستطيع نقله. أما إذا وصل المبلغ إلى 1,000,000,000 دولار فسنحتاج عندئذ إلى 10 منصات نقالة لحمله. وعندما يتضخم المبلغ إلى 1,000,000,000,000 دولار أي 1,000,000,000,000 دولار، فهذا من شأنه أن يعادل مساحة ملعب كرة قدم في أوروبا. ولتقريب الصورة أكثر، فإن مساحة ملعب كهذا يمكن أن تهبط عليه طائرة بوينغ 747 العملاقة، أكبر الطائرات في العالم.
والآن ماذا لو وصل المبلغ إلى 15 تريليون دولار وحجم الدين الأمريكي تقريبا؟ قلنا سابقا إن تريليون يعادل مساحة ملعب لكرة القدم، فإذا ما كدسنا على هذه المساحة 15 تريليونا فإن ذلك سيعادل ارتفاع تمثال الحرية. ثلاثة، نصف حرب على إيران. إيران بتواجه ضغوط كبيرة جدا من أمريكا. الرئيس ترامب قرر النهاردة إنه خلاص خلال ساعات تبدأ العقوبات الجديدة الأمريكية على إيران، والعقوبات دي بتستهدف النفط بالأساس، وبالتالي بتستهدف الاقتصاد الإيراني، وبالتالي هي محاولة لإسقاط إيران من الداخل عبر العقوبات الاقتصادية. قلنا إن قبل كده كان إسقاط الدولة بالحرب، دلوقتي ممكن بدون السلاح يتم إسقاط الدولة، وسلاح العقوبات الاقتصادية هو سلاح فعال جدا في إسقاط الدول بدون استخدام سلاح عسكري. العقوبات الجديدة المتوقعة على إيران اليوم أو ابتداء من بعد ساعات من الآن دي ممكن تؤثر تأثير سلبي كبير جدا على الاقتصاد وعلى الحياة في إيران. دول العالم قلقة جدا، أو بعض دول العالم قلق جدا، بالذات الصين والهند اللي هم عملاقين اقتصاديين بياخدوا بترول كتير من إيران، وبالتالي لو في عقوبات على النفط الإيراني هيخسروا كتير جدا. هم بيضغطوا وغيرهم بيضغط، إنما يبدو الرئيس ترامب مصر على عقوبات اقتصادية جديدة على إيران. دلوقتي خبراء النفط بيتكلموا، طيب لو إيران مش هتصدر نفط كتير زي زمان او مش هتصدر اصلا، في هذه الحالة هنغطي ازاي عجز النفط نتيجة خروج ايران من سوق النفط العالمي، لا سيما ان دولة نفطية كبيرة زي فنزويلا عندها مشكلة كبيرة دلوقتي بتصدرش نفط كما كان، ودولة نفطية كبيرة زي ليبيا هي ايضا عندها مشاكل لا تصدر النفط بقدرتها الحقيقية. يبقى اذا ليبيا مش موجودة بقوة ولا فنزويلا موجودة بقوة في سوق النفط العالمي، لو خرجت إيران كمان ده معناه ارتفاع كبير في سعر النفط. الحل الوحيد عشان ما يرتفعش سعر النفط إن السعودية تزود إنتاجها من النفط. السعودية وعدت تزود إنتاجها من النفط، إنما البعض بيقول إن السعودية ممكن بعد سنوات تجد صعوبة إذا استمرت العقوبات الأمريكية على إيران إنها تقدر تكفي كل هذا السوق المتنامي للنفط، او انه ده هيؤدي الى انخفاض سعر النفط وبالتالي يبقى عائد غير جيد او سلبي على الميزانية السعودية. في كل الاحوال الرئيس ترامب حسم انه مزيد من العقوبات، وده معناه ان الاتفاق النووي اللي حصل في فيينا قبل كده واللي كان فيه قوة دولية وفيه اوروبا لم يعد ذي قيمة، وده درس مهم جدا انه القرن الحادي والعشرين الاتفاقيات فيه ملهاش اي معنى. في اتفاقية كبرى كانت بين السوفيت والامريكان لخفض الاسلحة النووية للحد من الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى، وما زالك الامريكان بيخرجوا منها. اتفاقية المناخ خرجوا منها، اتفاقيات تجارة خرجوا منها، وادي اتفاقية او اتفاق دولي في ست أطراف دولية مع إيران اللي هو الاتفاق النووي في فيينا، ومع ذلك دلوقتي بيترمي كل ده كأنه مش موجود. بغض النظر عن أداء إيران وعن الكارثة التي سببتها إيران منذ عام 79 وإلى الآن لها وللمنطقة، إنما في درس مهم جدا إن الاتفاقات والعهود والوعود والمعاهدات الدولية لم تعد تحظى بالاحترام في القرن العشرين كما كانت تحظى في النصف الثاني من القرن العشرين. القرن الحادي والعشرين في كتير جدا من علامات وسمات عدم احترام الاتفاقات الدولية، وبالتالي رهان إيران فيما مضى على الاتفاق النووي وإن في ألمانيا وفي فرنسا وفي كذا وفي أمم متحدة، إلا إن كل دول في النهاية الرئيس ترامب قال مفيش اتفاق، ما بقاش في اتفاق، في عقوبات بقت في عقوبات، وده معناه احنا ازاء عالم جديد
لم يعد القانون الدولي فيه ملزما والاتفاقات ملزمة، ولا حتى لو معك أطراف كتيرة ضامنة لا تعني هذه الضمانات الكثير بالنسبة لك. ما يجري لإيران الآن هو درس لكثيرين حول العالم، تراجع قيمة الوعود الدولية والاتفاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين. أربعة، لم يعد رواد الفضاء من رحلة المكوك تشالنجر وعادوا من رحلة المكوك سويوز. في قصة مثيرة جدا، مكوك الفضاء الأمريكي الشهير تشالنجر اللي سقط قبل كده ومات الناس اللي فيه سنة 86، ومكوك الفضاء الروسي سويوز اللي هو 2018، العالم كله كان يتابع ذلك منذ أيام. هذا المكوك الفضائي الذي انفجر الصاروخ اللي أطلقه، ومع ذلك عاد رواد الفضاء بأمان. فقصة مثيرة 86 وقصة مثيرة 2018. هنا مكوك فضاء أطلقته وكالة ناسا، هنا مكوك فضاء أطلقته روسيا من قاعدة بايكونور في كازاخستان. في المرة الأولى انفجر المشروع بكامله بعد قليل، في المرة الثانية انفجر الصاروخ لكن عادت الكبسولة إلى الأرض وتم إنقاذ رواد الفضاء. فما هي القصة؟ القصة الأولى سنة 86 وكالة ناسا أطلقت تشالنجر اللي هو مكوك الفضاء الأمريكي تشالنجر من ولاية فلوريدا. الناس واقفين كلهم بيسقفوا سعداء إن في 7 رواد فضاء موجودين في هذا المكوك، وهيطلع هذا المكوك بعد قليل. وفعلا شوية بدأ يقولوا 3 2 1 انطلق مكوك الفضاء تشالنجر، لكن بعد 73 ثانية انتهى تماما وتحطم تماما ومات الجميع اللي هو 7 رواد فضاء. كان مشهد صعب جدا، عائلات موجودة، أسر موجودة، أصدقاء، جيران، ناس كتيرة جدا عائليا كانوا بيودعوا رواد الفضاء باعتبار انها رحلة آمنة وهيرجعوا، مش جاي ابدا في خيالهم انهم يشوفوا تدمير مكوك الفضاء قدام عينيهم بعد انطلاقه بقليل. طبعا كانت صدمة كبيرة جدا للعائلات والاهالي، وصدمة كبيرة جدا وخسارة فادحة لوكالة ناسا، وصدمة لامريكا والعالم. فالرئيس رونالد ريغان وقتها كلف وزير الخارجية الاسبق ويليام روجرز ان هو يشوف هذا الموضوع برئيس لجنة تحقيق، وتم التحقيق في هذا الموضوع، واتضح ان في حلقات مطاطية بتفصل بين اجزاء من المكوك والصاروخ نتيجة عطب حصل، فهذه الحلقات فكت وبالتالي ده ادى في نهاية الى تسرب الوقود وبالتالي تدمير المكوك الفضائي الامريكي تشالنجر. التحقيق بالضبط وصل الى ما يلي. نمرة 1، انه عند الثانية 58 يعني بعد دقيقة تقريبا رياح باردة عصفت بالمكوك، بدأ بقى موضوع الانفجار المتتالي لغاية ما سقط بالكامل في المحيط الاطلنطي ومات الجميع. في التحقيق ظهر ان الشركة اللي تعاقدت مع وكالة ناسا استخدمت هذه الدوائر المطاطية بطريقة غير آمنة، كانت هي اساس الكارثة التي حدثت لهذا المكوك تشالنجر. الامر الثاني ان الجو البارد كان فيه تحذير، ما تطلعوش يا جماعة اذا الجو بارد جدا لان ده هيؤدي الى مخاطر فيزيائية على المكوك، ومع ذلك خرجوا. نمرة 3، انهم استرخصوا في بعض المواد، في مواد استرخصوا فيها عشان يقلوا التكاليف والنفقات، وبالتالي الامان اللي كان موجود في تشالنجر كان اقل كتير من الامان اللي موجود في مكوك الفضاء الامريكي كولومبيا، وده ادى في النهاية الى تدمير هذا المكوك. وده ادى الى ان قرار في ناسا بوقف كل الرحلات اللي هي مأهولة برواد الفضاء لغاية ما يشوفوا الدنيا ويطوروا الامور وما يقعوش في هذا الخطأ مرة اخرى. مر وقت من 86 ل 2018، رحلة برضو للمركبة سويوز. المركبة ديت طالعة برضو الفضاء في محطة فضائية دولية. هذه المحطة الفضائية الدولية اتكلمنا عليها قبل كده اللي على ارتفاع حوالي 400 كيلو من الارض، وقلنا ان
هذه المحطة بتدور حول الأرض عدة مرات يوميا، موجود عليها رواد فضاء عايشين بيقعدوا 6 شهور ويرجعوا. فمن قاعدة بايكونور في كازاخستان الروس أطلقوا سويوز. سويوز ديت على أساس أن هي هتصل إلى المحطة الفضائية الدولية، ولما تصل المحطة الفضائية الدولية الاتنين الرواد دول هينزلوا لتلاتة رواد موجودين، وطبعا هياخدوا معهم مواد غذائية وحاجات علمية عشان يشتغلوا هناك في 6 شهور دول بعثة خارج الأرض. فبعد المكوك ما تم إطلاقه بقليل انفجر الصاروخ اللي بيحمل المكوك. لما انفجر وهنشوف فيديوهاته مذهلة جدا بعد شوية، الكبسولة قدرت انها تنزل بعيدا، طبعا بانحراف حد يؤثر على الصحة، الا ان الاتنين رواد واحد امريكي وواحد روسي نجوا من هذا الحادث الخطير جدا وتم انقاذهم. راحوا الخبراء الروس عند مكان وقوع الكبسولة على الارض وانقذوا الاتنين الرواد، وركبوا عربية بعد كده ثم الى طيارة، قالوا ان صحتهم كويسة. انما خدوا قرار بعد التحقيق ان بعد كده جميع اجزاء الصاروخ تتفك تاني، تتركب تاني قدام كاميرات تصور ده فوتوغرافيا وتصوره كفيديو، لانه حصل مشكلة في تركيب هذا الصاروخ عشان ما تحصلش تاني القرار ان بعد كده اي صاروخ هيطلق اي مركبة فضائية هيتم اعادة تفكيك هذا الصاروخ ثم تركيبه قدام الكاميرات للتأكد من انه تم فعل ما يلزم من الناحية العلمية. وحتى ذلك الحين في تحقيق كبير جدا في روسيا، وحتى ذلك الحين ايضا بيتم اعداد صاروخ اخر ليحل محل هذا الصاروخ في اطلاق المركبة سويوز. طب الناس بقى اللي فوق دول اللي قاعدين في المركبة الفضائية في المحطة الفضائية الدولية وكانوا منتظرين الاتنين دول اللي هما ما رجعوش او ما وصلوش وتم رجوعهم الى الارض، دول هيعملوا ايه؟ الروس بيقولوا ان دول يقدروا يعيشوا لمدة طويلة قادمة مفيش مشكلة، على ما يلحقوا يجهزوا الصاروخ اللي بعديه يطلع مكوك فضائي تاني مفيش مشكلة، حتى ذلك الحين يقدروا يعيشوا بطريقة جيدة. طبعا بنتكلم على شيء بقى خيالي، في بيت ضخم موجود فوق هذا البيت اسمه المحطة الفضائية الدولية، بنتكلم على ان ناس رايحين جايين على هذا البيت، وان كان اتنين رايحين يزوروا حصل مشكلة رجعوا، انما اللي باقيين اللي هناك يقدروا يعيشوا غير دول ما يرجعوا. يعني الكلام ده لو كان حد بيقوله اوائل القرن العشرين كان بقى مش خيال انما ما بعد الخيال، انما حاليا بنشوف ان دي حقيقة كبيرة جدا، بقت المحطة الفضائية الدولية حقيقة، والمكوث فيها لأشهر طويلة حقيقة، والذهاب والعودة من المحطة حقيقة، وتحصل حوادث ويتم إنقاذ البعض ويعودوا مرة تانية حقيقة. فعلم الفضاء الحقيقة وصل إلى مستوى أسطوري، وكانت إدارة هذا الحادث بعودة رائدي الفضاء بصحة جيدة هو نموذج للتطور عما جرى في كارثة التشالنجر عام 86. لشرح وتوضيح ما ذهبنا إليه من تحليل وعرض في 4 فيديوهات، الفيديو الأولاني لحظة انفجار مكوك الفضاء تشالنجر اللي اتكلمنا عنه في بداية هذا التحليل. بدأ كل شيء على ما يرام. Roll program confirmed. Challenger now heading down range. We'll throttle down to 65%. ومرت دقيقة ثم أصدرت مراقبة الرحلة تعليماتها الروتينية والمهلكة. Okay, all operators, watch your data carefully.
Fado, go ahead. RSO reports vehicle exploded. Copy. احتاجت حجيرة الطاقم إلى دقيقتين للسقوط في البحر، وقتل أفراده السبعة. كان المهندسون حذروا ناسا من إطلاق المكوك في طقس شديد البرودة، وقالوا إن السدادات المطاطية في محركات الدفع قد تتمزق بسبب البرد، وهذا ما حدث. صور الفيديو التي التقطت لعملية الإطلاق تظهر وجود سحابة من الدخان الأسود عندما بدأت الحلقات المطاطية المصممة لسد الوصلات بين أقسام محركات الدفع بتسريب الوقود الذي اشتعل وأدى إلى انفجار الصاروخ الرئيسي. ده انفجار تشالنجر عام 86، هنا بقى انفجار الصاروخ اللي حمل سيوز 2018. مكوك تشالنجر 86 مات رواد الفضاء السبعة، إنما في مكوك سويوز 2018 الاثنين رواد تم إنقاذهم. Так, здесь ПМки уже подошли. Вот, второй. قاعدة بايكونور اللي خرج منها الصاروخ الذي تحطم بتخطط علشان تطلق رحلة جديدة.
حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.